وللحديث أكثر عن أزمة المهاجرين العراقيين لأوروبا ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي. أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، 16 جثمانا من المهاجرين غير الشرعيين العراقيين عادوا إلى العراق بعد غرق قاربهم بين فرنسا وبريطانيا، لماذا برأيك تستمر هذه المغامرة رغم هذه المخاطر؟ عليكم السلام، شكرا جزيلا وتحياتي لكم وإلى جميع مشاهديكم في جميع أنحاء العالم. أهلا بك. حقيقة الشعب العراقي يتعرض لهذه المأساة منذ تاريخ الاحتلال لحد هذا اليوم، وبدأ التخريب في هذا البلد والتهجير القسري والتطهير الديموغرافي منذ 2003، ولحد هذا اليوم وبعد مرور هذه السنين بدل ما يكون العراق قد تعمر وقد أعيدت له الخدمات وتم تشغيل إعادة تشغيل المصانع والإنتاج والزراعة، لكن بدل ذلك كله بدأ الضغط يتزايد والبطالة تتزايد والحرمان يتزايد والتهجير الداخلي يتزايد، ولذلك الناس يتوجهون إلى الهروب من الجحيم، وهذا هروب من الجحيم وإلى الجحيم أيضا يعني. فهذه مأساة شعب تم تخريب تدميره وتخريب أراضيه وتخريب صناعته وتخريب أخلاقه، ولن تنتهي هذه العملية إلا بتدمير أرض الرافدين تدميرا كاملا. سيد إبراهيم. نعم سيد إبراهيم، ما الدور الذي تقوم به الحكومة لوقف هذه المغامرة التي تودي بحياة الأبرياء سواء في قوارب الموت أو برصاص حراس الحدود؟ سيدي الكريم، الحكومة دورها واضح، دورها البناء. المفروض الحكومة تقوم بدورها بإعادة بناء البلد وبإعادة تشغيل المصانع وبتقديم الخدمات للناس. نعم. وأنت تذكر والجميع يذكرون أن العراق في يوم ما في تاريخ ما قد استقبل 5 ملايين مصري مهاجر إلى العراق في ذلك الوقت، بما معنى انه العراق كان يستوعب من اليد العامله ما يتجاوز 5 ملايين نسمة اضافه الى الشعب العراقي. اليوم احنا شعبنا والشباب يعانون من البطاله، وبطاله حقيقيه، والخريجين يعانون من البطاله. وبالتالي هناك حرب داخليه من ميليشيات مسلحه وتقوم بتدمير القرى وتهجير القرى ومصادره حيواناتهم وأموالهم وأراضيهم، فأين الناس يذهبون؟ الناس مجبرين للهروب، الهروب أيضا نحو الجحيم، البلد تحول إلى جحيم، ولكن هم يهربون إلى الجحيم أيضا. فما الحكومة لا يوجد لديها دور، ليس لديها أي دور. بحسب منظمة العفو الدولية سيد إبراهيم، فإن بولندا تعامل المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا بقسوة. السؤال هنا، هل هذه الأوامر ممنهجة بعد أن تخلت الحكومة في بغداد عن المواطنين المهاجرين؟ بالتأكيد بالتأكيد، هذا شيء ممنهج وشيء مخطط تخطيط بالنسبة لنا لشعبنا لبلدنا، تخطيط لتدمير البلد، بنيته التحتية، بنيته الصناعية، بنيته الاجتماعية، هذا مخطط واسع وكبير وممنهج، يعني لا يمكن أن ينتهي إلا بتحطيم الدولة بالكامل. السؤال الأخير سيد إبراهيم، يعني مع دخول فصل الشتاء كما تعلم تتفاقم أزمة المهاجرين العراقيين في ظل انتظار شهور من أجل الدخول إلى أوروبا. السؤال هنا، لماذا تستمر الأزمة كل هذه الشهور من دون حل جذري من الحكومة؟ وهل بالفعل هناك من يستفيد من استمرار تدفق المهاجرين العراقيين؟ والله المستفيد هي القوى السوداء اللي طمعت بتقزيم العراق وتوزيع أراضيه وممتلكاته بين المستفيدين من الاحتلال. الآن العراق بالكامل كخريطة هي مصادرة، ولكن الشعب ليس له مكان. نعم. هذه هي المشكلة الأساسية التي لا تنتهي إلا بنهاية هذا النظام الطائفي المستورد من الخارج. شكرا جزيلا لك عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إبراهيم العجيلي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.